السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله مشاهدينا الكرام. من ثعلب وما مكانته العلمية؟ وما أقوال العلماء فيه؟ ما آثار ثعلب العلمية؟ وما أهمية كتابيه مجالس ثعلب والفصيح؟ وما منهجه في تأليفهما؟ ما موقف ثعلب من السماع؟ وما أبرز مسائله النحوية؟ سنناقش ذلك في حلقة هذا الأسبوع من لسان العربي بعنوان ثعلب آخر علماء المدرسة الكوفية، فكونوا معنا. أهلا بكم من جديد مشاهدينا الكرام في لسان العرب، وموضوعنا هذا الأسبوع بعنوان ثعلب آخر علماء المدرسة الكوفية. نرحب بضيفنا الأستاذ دكتور حمدي بخيت، أستاذ اللغة العربية في جامعة جرسون التركية، حياكم الله. حياكم الله وإياكم. أهلا وسهلا ومرحبا. ونرحب أيضا بضيفنا عبر سكايب من الدوحة الأستاذ دكتور عبد السلام حامد، الأستاذ بكلية الآداب والعلوم في جامعة قطر، حياكم الله ومرحبا بكم أستاذنا. أهلا وسهلا بكم، وأهلا ومرحبا بكم. حياك. إذن دكتور حمدي، في البدء حدثنا متفضلا عن ثعلب. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان يوم الدين. وبعد، ثعلب هو أبو العباس أحمد بن يحيى بن زيد بن سيار البغدادي النحوي الشيباني الملقب بثعلب. هو ثالث ثلاثة قامت على أعمالهم المدرسة الكوفية، الكسائي والفراء وثعلب، وهو إمام ومحدث ولغوي ونحوي. يقول عن نفسه: ابتدأت النظر في العربية والشعر واللغة، المقصود بالعربية النحو في القديم، نعم، وفي 16، يعني كان سنه 16 سنة عندما ابتدأ النظر في العربية والشعر واللغة. ومولده كان سنة 200، في السنة الثانية من المأمون، من خلافة المأمون. ثم يقول: بدأت النظر في حدود الفراء، وهو كتاب في النحو للفراء ألفه قبل كتابه معاني القرآن. يقول: وسني 18 سنة. ثم يقول: وكنت أعنى بالنحو أكثر من عنايتي بغيره، فلما أتقنته أكببت على الشعر والمعاني والغريب. نعم، درس النحو والشعر وعلم المعاني والغريب على ابن الأعرابي وسلمة بن عاصم والجمحي وغيرهم. نعم. وألف عدة كتب في اللغة والنحو وغير ذلك، وتوفي سنة 91 و200 من الهجرة. أما سبب تسميته بثعلب؟ تسميته بثعلب لأنه كان إذا سئل عن مسألة فإنه كان يأخذ منها هنا وها هنا، يعني فشبهه بثعلب كما يفعل الثعلب. الذي لا يثبت على مكان معين، وإنما يعني ينتقي من أماكن مختلفة. هكذا. نعم. نعم. فلقب بثعلب. نعم. إذن من هنا دكتور عبد السلام، ما أبرز شيوخ ثعلب إذن، ومن أبرز تلامذته أيضا؟ أبرز شيوخه له، طبعا هو له شيوخ كثيرون، لكن من أبرزهم ابن الأعرابي الذي كان يعد نظيرا للأصمعي في اللغة، هو محمد بن زياد ابن الأعرابي أبو عبد الله، وكان يعتمد عليه في اللغة. وقال عنه، يعني ثعلب قال عن ابن الأعرابي هذا: شاهدت ابن الأعرابي وكان يحضر مجلسه زهاء 100 إنسان، كل يسأله أو يقرأ عليه، ويجيب من غير كتاب. قال: ولزمته 14 سنة، ما رأيت بيده كتابا قط، وما أشك في أنه أملى على الناس ما يحمل على أجمال، ولم يرى أحد في علم الشعر واللغة أعلم منه. هذا من أبرز شيوخه. لكن منهم أيضا أحمد بن حاتم وهو صاحب الأصمعي، ومنهم سلمة بن عاصم النحوي أبو محمد وهو صاحب الفراء، وكان يعتمد عليه في النحو. ومنهم أيضا الرياشي اللغوي والراوية،
ومنهم الناقد المشهور صاحب طبقات فحول الشعراء جمحي. محمد بن سلام الجمحي. هؤلاء هم أشهر أساتذته وأشهر شيوخه. أما بالنسبة كلام لتلاميذه فهم كثيرون، نذكر منهم أولهم وهو أشهرهم على الإطلاق وهو أبو عمر الزاهد محمد بن عبد الواحد، وهو المعروف بغلام ثعلب، كان من أكابر أهل اللغة وأحفظهم. ومنهم محمد بن القاسم بن محمد المعروف بابن الأنبري، وهو صاحب شرح الدواوين، يعني من شروحه المشهورة شرح القصائد السبع الطوال الجاهليات. منهم ابن نفطويه، منهم أيضا ابن كيسان وهو النحوي المعروف والذي خلط بين مذهب الكوفيين ومذهب البصريين. ومنهم أيضا سليمان بن محمد المعروف بالحامض أبو موسى، وقد أخذ عنه ثعلب وجلس موضعه وخلفه بعد موته. ومنهم النحوي المشهور ابن درستوي، ومنهم الأخفش الصغير، ومنهم أيضا محمد بن يحيى المعروف بالصولي. هؤلاء هم أشهر تلاميذي. نعم، إذا دكتور حمدي، ما أخبار ثعلب؟ يعني ثعلب كان ثقة حجة صالحا مشهورا بالحفظ وصدق اللهجة والمعرفة بالعربية ورواية الشعر القديم، مقدما عند الشيوخ منذ أن كان حدثا. كان ابن الأعرابي، وهو من هو في اللغة، إذا شك في شيء قال له: ما تقول يا أبا العباس في هذا؟ ثقة منه في حفظه وفي علمه وفي أمانته. ابن العربي. ابن العربي، نعم، وهو شيخه. نعم. نعم. من القصص الجميلة التي يرويها لنا أبو بكر ابن مجاهد المقرئ صاحب كتاب السبع في القراءات، يقول: قال لي ثعلب: يا أبا بكر، اشتغل أصحاب القرآن بالقرآن ففازوا، واشتغل أصحاب الحديث بالحديث ففازوا، واشتغل أصحاب الفقه بالفقه ففازوا، واشتغلت أنا بزيد وعمر، فليت شعري ماذا يكون حالي في الآخرة. يقول: فانصرفت من عنده فرأيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم في المنام تلك الليلة، فقال لي: أقرأ أبا العباس عني السلام، وقل له: أنت صاحب العلم المستطيل. يعني العلم الذي تحتاج إليه كل العلوم. نعم، هذه نعم. رؤية يعني مبشرة. نعم، وأبو بكر بن مجاهد وهو من أهل القرآن، وعندما يرى النبي صلى الله عليه وسلم: من رآني فقد رآني حقا، فإن الشيطان لا يتمثل بي. فهذه رؤية حق إن شاء الله يعني. نعم، من تواضعه، وهو من هو في حفظ، يعني كان يتميز أيضا بالحفظ وحفظ اللغة خاصة، من تواضعه يعني أنه إذا سئل عن شيء وكان لا يعرف يقول: لا أدري. لا أدري، هذا من العلم يعني، من تواضع العلماء. نعم نعم، هذا لا يقوله إلا عالم. صحيح. يعني وتذكرني في هذا يعني قصة الإمام مالك الذي أتى إليه سائل من بلاد المغرب، وكان قد سافر 6 أشهر ليسأله في مسألة، فلما حضر عنده سأله قال: لا أدري. يا إمام، لقد سافرت 6 أشهر. قال: لو بقيت إلى غد حتى أنظر في كتبي. إمام مالك، وهو من هو، ولما أتاه في الغد قال: لا أدري. وقد سئل عن مسائل كثيرة وكان يقول في كثير منها: لا أدري. هكذا كان العلماء، هكذا يقدمون. العلماء. نعم. وهذه أمانة علمية الأصل أن يتمثل بها العلماء العاملون، العلماء الزاهدون، العلماء العاملون بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. نعم. إذن من هنا دكتور عبد السلام، ما أقوال العلماء في أبي العباس ثعلب؟ أقوال العلماء في ثعلب كثيرة، سنحاول أن نذكر بعضا منها نثرا وشعرا. فمن ذلك قول أبي الحصين فيه، يقول: يقول أهل الكوفة: لنا 3 فقهاء في نسق لم ير الناس مثلهم، أبو حنيفة وأبو يوسف ومحمد بن الحسن، ولنا 3 نحويين كذلك، وهم الكسائي والفراء وثعلب. وقال عنه أيضا صاحب قال عنه
محمد بن عبد الملك التاريخي في كتابه عن أخبار النحاة، أبو العباس أحمد بن يحيى فاروق النحويين والمعاير على اللغويين من الكوفيين والبصريين، أصدقهم لسانا وأعظمهم شأنا وأبعدهم ذكرا وأرفعهم قدرا وأصحهم علما وأوسعهم حلما وأتقنهم حفظا وأوفرهم حظا من الدنيا والدين. وطبعا هذا وصف واف رائع صحيح. ذكره يقود في معجمه. وقال عنه أيضا، لكن من الغرائب التي تذكر عنه أنه لم يكن يتكلف، يعني هو دائما ما يقرن ثعلب بالمبرد، وثعلب وكانت بينهما منافرات ومناظرات وما شابه ومنافسة شديدة. المبرد كان يعرف بالفصاحة والبيان وبحلاوة اللسان، لكن ثعلب قيمته تتحدد في أنه كان راوية وكان حافظا وكان متقنا للحفظ وكان معلما من الطراز الأول، فلذلك في بعض الأحيان ما كان يتكلف في كلامه. روى عنه أحمد بن فارس اللغوي قال: كان أبو العباس ثعلب لا يتكلف الإعراب في كلامه، كان يدخل المجلس فنقوم له فيقول أقعدوا أقعدوا بفتح الألف، يعني لا يقول اقعدوا بضم همزة الوصل كما هو معروف وكما هو متبع. وطبعا هذا أمر يعني من الممكن أن يتسامح فيه لأن لكل مقام مقالة. أيضا مما ذكر فيه نظرا لعلاقته بالمبرد ولأنه دائما كان يقرن بالمبرد، فقال لما مات المبرد قيل هذا الشعر: ذهب المبرد وانقضت أيامه، ولا يلحقن مع المبرد ثعلب، بيت من الآداب أصبح نصفه خربا وباقي بيته فسيخرب. فابكوا، بيت من الآداب أصبح نصفه خربا وباقي بيتها أو بيته فسيخرب، فابكوا بما سلب الزمان ووطنوا للدهر أنفسكم على ما يسلب. ذهب المبرد حيث لا ترجونه أبدا، ومن ترجونه فمغيب. فتزودوا، هنا الإشارة إلى ثعلب، فتزودوا من ثعلب فبكأس ما شرب المبرد عن قليل يشرب. ولكم وأرى لكم أن تكتموا وأرى لكم أن تكتبوا أنفاسه إن كانت الأنفاس مما يكتب، فلا يلحقن بمن مضى متخلف من بعده، ولا يذهبن ونذهب. والإشارة الأخيرة أشيرها إلى يعني النقل الأخير أذكره عن المبرد نفسه، وهي طرفة من الممكن أن تصور الصراع والمنافسة العلمية التي كانت بين المبرد وثعلب. قيل: لما مرض المبرد مرض الموت، قال له بعض عواده: ما تشتهي؟ قال: ثلاثة أشياء، أشتهي أن يغفر الله لي وأنا أرجو أن يفعل برحمته، وأشتهي أن يفلح ابني هذا، وأشتهي أن يفلح ابني هذا، وهذا ما لا أظنه يكون، وأشتهي أن يتعلم ثعلب النحو، وهذا أبعد الثلاثة. طبعا هذا من باب الطرفة، وربما يكون ذلك من تزيد الرواة، لكن هذا أمر مقبول على كل حال، كانت بينهما مناظرات ومساجلات كثيرة. نعم، سأعود إليك إذا مرة أخرى دكتور حمدي. إذا ننتقل إلى مؤلفات ثعلب، ما أبرز الكتب التي خلفها لنا أبو العباس ثعلب؟ ثعلب كان عالما موسوعيا وتميز بكثرة الحفظ، وخلف مجموعة كبيرة من المؤلفات في النحو والصرف واللغة والقراءات ورواية الشعر وما تلحن فيه العامة، وهذا التنوع يدل على ثقافة موسوعية، وهذا مما كان يتميز به العلماء في ذاك العصر. من كتبه كتاب الفصيح، وهو صغير الحجم كثير الفائدة، صحيح، وهو مشهور جدا وعليه شروح كثيرة، وفي بعض الأماكن التعليمية يحفظونه، ومنظوم أيضا ويحفظون نظمه. نعم، كتاب المصون وهو كتاب في النحو،
اختلاف النحويين، أغلب كتب ثعلب لم تصل إلينا. لم تصل. نعم. الفصيح وصل وحقق. الفصيح وصل ونعم وحقق وطبع في دار المعارض بمصر سنة 84. وشروحه له شروح كثيرة أيضا موجودة ومشروع وموجود ومطبوعة. معاني القرآن، ما تلحن فيه العامة، القراءات، معاني الشعر، التصغير، ما ينصرف وما لا ينصرف، الشواذ، الأمثال، الإيمان أو الأيمان، لأنه يدخل الأيمان فقه. نعم. الإيمان يكون عقيدة. عقيدة. نعم. الوقف والابتداء، هذا يتبع القراءات. صحيح. الألفاظ، الهجاء، هو موضوع الخط أو الإملاء. المجالس، وهو المجالس هو الأشهر يعني. نعم. ومشهور جدا كتبه. وحققه الأستاذ عبد السلام هارون رحمه الله، وطبع في دار المعارف بمصر، ومشهور أكثر من النار على العلم. نعم. الفصيح لأنه كتيب، كتيب صغير، لكن في بعض المناطق التعليمية ربما في موريتانيا وبعض هذه المناطق يحفظون نظمه ويدرس في بعض الخلاوي والأماكن التعليمية غير بلاد المشرق، ويتحدث عن أفصح اللغات يعني. نعم. يقارن بين الصحيح والفصيح والصحيح الخطأ. نعم. هكذا. نعم. لذا يحفظونه للطلاب في المراحل الأولى ليكونوا على درجة من الفصاحة. الأوسط، إعراب القرآن، المسائل، حد النحو، إلى غير ذلك من الكتب، منها ما وصل ومنها من لم يصل إلينا. نعم. نعم. إذن مشاهدينا الكرام، سنعود وإياكم فنتوقف الآن مع فقرة ديوان العرب، ستكون هذا الأسبوع مع ابن زريق البغدادي، الشاعر الذي قتلته الغربة. ابن زريق البغدادي، الشاعر الذي قتلته الغربة. عاش فقيرا في بغداد بالكرخ، فارتحل إلى الأندلس للتكسب من شعره، ولكن لم يحقق مناه في رحلته، فمات في غربته وعند رأسه رقعة فيها قصيدته اليتيمة، مخاطبا زوجته: لا تعذليه فإن العذل يولعه، قد قلت حقا ولكن ليس يسمعه، جاوزت في لومه حدا أضر به، من حيث قدرت أن اللوم ينفعه، فاستعمل الرفق في تأنيبه بدلا من عذله، فهو مضن القلب موجعه، يكفيه من لوعة التشتيت أن له من النوى كل يوم ما يروعه، ما آب من سفر إلا وأزعجه، رأي إلى سفر بالعزم يزمعه، أستودع الله في بغداد لي قمرا بالكرخ من فلك الأزرار مطلعه، ودعته وبودي لو يودعني صفو الحياة وأني لا أودعه، وكم تشبث بي يوم الرحيل ضحى وأدمعي مستهلات وأدمعه، رزقت ملكا فلم أحسن سياسته، وكل من لا يسوس الملك يخلعه، ومن غدا لابسا ثوب النعيم بلا شكر عليه فإن الله ينزعه، حتى جرى البين فيما بيننا بيد عسراء تمنعني حظي وتمنعه، بالله يا منزل العيش الذي درست آثاره وعفت مذ بنت أربعه، في ذمة الله من أصبحت منزله وجد غيث على مغناك يمرعه، لأصبرن لدهر لا يمتعني به ولا بي في حال يمتعه، علما بأن اصطباري معقب فرجا فأضيق الأمر إن فكرت أوسعه. أهلا بكم من جديد مشاهدينا الكرام في لسان العرب، ونذكر بموضوعنا هذا الأسبوع: ثعلب آخر علماء المدرسة الكوفية. دكتور عبد السلام، تحدثنا قبل فاصل ديوان العرب عن أبرز مؤلفات ثعلب، من وصل إلينا من هذه المؤلفات ومن لم يصل، ولكن يبقى أبرز كتبه، يبقى كتاب مجالس ثعلب، حدثنا عنه متفضلا.
نعم، هذا الكتاب هو من أشهر، طبعا هو كما سمعنا منذ قليل له كتابان يعدان من أشهر كتبه، الفصيح والمجالس، مجالس ثعلب. وبالنسبة لكتب المجالس، هي الكتب التي كانت يعني الشيخ يجلس ويحدث سماع، ومن الممكن أن يحدث محاورة بينه وبين تلاميذه. وكتب المجالس قريبة من كتب الأمالي، الأمالي يملي الشيخ على تلاميذه. أما في المجالس، فالمجلس إلى حد ما من الممكن أن يكون مفتوحا، ومن الممكن أن يحدث فيه نوع من النقاش أو المراجعة. هذا الكتاب يعد موسوعة لغوية دون شك، يعني هو موسوعة لغوية أدبية، فيه كل شيء، فيه الشعر، فيه المعاني، فيه إعراب لآيات من القرآن الكريم، أو تفسير لآيات من القرآن الكريم، أو للفظ من الحديث، وفيه نقد الشعر طبعا إلى جانب متن اللغة، وهذا هو الأساس وهو الكثير. حقق هذا الكتاب الأستاذ شيخ المحققين الأستاذ عبد السلام هارون عليه رحمة الله، وفاز بتحقيقه لهذا الكتاب في مسابقة التحقيق التي عقدها مجمع اللغة العربية بالقاهرة سنة 50 و900 وألف، وهو يعد موسوعة وذخيرة من ذخائر العرب على الإطلاق، وهو لا يقل مثلا في رأيي عن كتاب الكامل مثلا للمبرد، وإن كان كتاب الكامل أشهر. أنا سأعرف الكتاب بذكر أمثلة منه، تفضل. والكتاب له تقسيم صعب إلى حد ما، لكن أنا سأشير إلى بعض الأمثلة منه شعرا ونثرا. مثلا مما ذكر في الكتاب، قال أبو العباس وهو ثعلب، قال لنا يعقوب، ويبدو أنه يعقوب ابن السكيت، يبدو ذلك: مسكيت. بيوت العرب ستة: قبة من أديم، ومظلة من شعر، وخباء من صوف، وبجاد من وبر، وخيمة من شجر، وأقنة من حجر. هذا مثال. مثال آخر، قال أبو العباس وقال المفضل: العرب تقول للغلام إذا بلغ 10 سنين رمى، إذا قويت يده، فإذا بلغ 20 قالوا لوى، أي لوى يد غير، يعني غلبه، فإذا بلغ 30 قالوا عوى، قال: وعوى أشد من لوى، يعني نفس المعنى لكن مع زيادة القوة، وعوى أشد من لوى قليلا، فإذا بلغ 40 قالوا استوى، فإذا بلغ 50 قالوا حرا أن ينال الخير كله. لو ذكرنا مثالا من الشعر، مما ذكره الثعلب في مجالسه من الشعر، قال: أنشدني محمد بن الحسن العقيلي: ما استضحك الحسن إلا من نواحيك، ولا اغتذى الطيب إلا من تراقيق، عن مقلتيك رأينا الحسن مبتسما، زهرا كما ابتسم المرجان من فيك، يا بهجة الشمس ردي غير صاغرة علي قلبا، يا بهجة الشمس ردي غير صاغرة علي قلبا، ثوى رهنا بحبيك، ما استحسنت مقلتي شيئا فأعجبها، إلا رأيت الذي استحسنته فيك. جميل. نذكر خبرا آخر ومثالا ربما يكون أخيرا، قال: حدثني، قال أبو العباس أحمد بن يحيى قال: وحدثني ثابت بن عبد الرحمن قال: كتب معاوية بن أبي سفيان إلى زياد، إلى زياد بن أبيه: إذا جاءك كتابي فأوفد إلي ابنك عبيد الله. فأوفده عليه، فما سأله، يعني فما سأل معاوية عبيد الله عندما جاءه، فأفاده عليه، فما سأله عن شيء إلا أنفذه، حتى سأله عن الشعر فلم يعرف منه شيئا. قال: ما منعك من روايته؟ قال: كرهت أن أجمع كلام الله وكلام الشيطان في صدري. قال: اغرب، والله لقد وضعت رجلي في الركاب يوم صفين مرارا، ما يمنعني من الانهزام إلا أبيات ابن الإطنابة. ابن الإطنابة شاعر جاهلي. ماذا قال ابن الإطنابة في أبياته هذه التي يقصدها معاوية؟ أبت لي عفتي وأبى بلائي، وأخذ الحمد بالثمن الربيح، وإعطائي على الإعدام مالي، وأقدامي على البطل المشيح، وقولي كلما جشأت وجاشت مكانك تعذري،
أو تستريحي لأدفع عن مآثر صالحات وأحمي بعد عن أنف صحيح. هذه مجرد أمثلة، لكن الكتاب كنز من كنوز اللغة فعلا والأدب والرواية في كل شيء. موسوعة فعلا. نعم، إذن دكتور حمدي، بعد هذا الطرح الجميل من دكتور عبد السلام، ما منهج ثعلب إذن أو طريقته العلمية في كتابه المجالس؟ لعلنا لو ذكرنا مجموعة من العناصر تبين هذا المنهج يكون أوضح للمشاهد الكريم. يعني مثلا في الجانب النحوي، اعتمد ثعلب النحوي في مذهبه على آراء الكسائي والفراء، ومن القراءات المختلفة ثعلب لم يكن مجتهدا في النحو، إنما كان مقلدا للكسائي والفراء. يعني لم يخالفهما. نعم، يعني في الغالب الأعم يعني. ولم نجد له اجتهادات، ويعني كان مشهورا باللغة أكثر. ليس كالفراء الذي ليس كالفراء، الفراء يعد أمير المؤمنين كما قالوا عنه، بالنسبة للكوفيين نتحدث طبعا. نعم. أما ثعلب في النحو فكان مقلدا لهما، لم يكن مجتهدا، لم يأتي بجديد في الأمور النحوية كما أتى الفراء. نعم. لم يكن مستخرجا للقياس، والمعروف القياس وما شكل ذلك من الأمور العقلية، يعني برع فيه البصريون أكثر من الكوفيين. وإذا سئل عن الحجة لم يأتي بشيء. نعم، لأن كان يعني حافظا وكان مقلدا، ولم يكن له في أمور القياس والتعليلات والأمور المختلفة هذه التي كانت أو كان المشهور بها علماء البصرة. لم يكن متعمقا في مذهب البصريين. لماذا؟ لأنه قرأ كتاب سيبويه على نفسه ولم يدرس على يد شيخ. ولذا قالوا لا يأخذ العلم من صحفي ولا القرآن من مصحفي. الأصل أن أخذ العلم على يد شيخ، لا أخذه من الكتاب. ولذا سموه صحفيا لأنه أخذه عن الصحف. كان يستشهد بالقرآن الكريم والقراءات القرآنية، سواء كانت شاذة أم صحيحة أم متواترة. كان قليلا ما يستشهد بالحديث الشريف، وهو في ذلك مثل كثير من النحاة وعلماء اللغة المتقدمين. صحيح. حتى إذا ما استشهدوا بالحديث لم يعني ينسبوه صراحة. أو نعم صراحة. نعم، لأسباب ذكرناها قبل ذلك في حلقات سابقة. نعم، حلقة خاصة. نعم. تختلف رواية الأشعار التي يستشهد بها قليلا عن الموجودة في الدواوين، يعني لأنه كان يبحث الغريب والشاذ. نعم، فلذا يأتي بما هو غريب وشاذ. نعم، لذا اختلف من أجل هذا. كان يستشهد بالشعر كثيرا، سواء كان منسوبا لصاحبه أو غير منسوب. منتحل، لم يهتم بال. نعم، يعني هو عامة يعني موضوع عدم النسبة، ربما في لأنه من الممكن أن يكون البيت لأكثر من شاعر، يعني غالبا يكون هذا، أو أنه معروف، أو كما كان يفعل سيبويه ينسبه إلى مشايخه في زمانهم. الأمور تختلف عن زماننا. إذا كان لا يعلم فإنه كان يقول لا أدري. لا أدري. نعم. لديه القدرة على مزج علوم اللغة العربية المختلفة، نحو، صرف، بلاغة إلى آخره. نعم، يستعمل المصطلحات الكوفية التي يعني استخدمها الكسائي والفراء، يعني المكني والكناية في الضمير. بالضمير يعني. نعم، التقريب اسم الإشارة، التقريب اسم الفاعل، يقول الفعل الدائم. النفي يقول الجحد. جحد. التفسير، التمييز يقول التفسير. البدل يقول الترجمة. ضمير الفصل يقول العماد. لا النفي الجنس يقول التبرئة. يعني مصطلحات الكوفيين أو التي ذكرها الكسائي والفراء خصوصا، يعددها ويذكرها ولا يزيد عليها. نعم. نعم، إذن دكتور عبد السلام، كما ذكر قبل قليل دكتور حمدي، فإن ثعلب لم يهتم بالقياس، ما موقفه إذن من السماع؟ هو العكس طبعا. يعني الدكتور حمدي يعني ذكر كثيرا مما يتصل بهذا، لأن الحديث عن القياس يقتضي من باب الضد ومن باب النظير الإشارة إلى السماع. فبما أنه لم يكن يهتم كثيرا بالقياس شأن البصريين، فهو معني أكثر بالسماع، بالرواية. ولذلك أهم ما يميز
مدرسة الكوفيين بشكل عام ومنهم ثعلب، أهم ما يميزهم أنه الحفظ والرواية وكثرة السماع، حتى لو أخذوا بشاهد واحد. فلذلك هو لا يختلف كثيرا عن شيخيه الكبيرين الكسائي والفراء، وهما أستاذ مدرسة الكوفة. يعني هما المعروف أن الكوفيين بشكل عام يميلون إلى السماع أكثر، حتى لو أخذوا من غير الفصحاء. يعني فهذا هو نهجهم. يعني البصريون كانوا يتشددون وكانوا لا يأخذون إلا بمقاييس وبمعايير معينة صحيح. ومن بيئة معينة. أما هؤلاء ومنهم ثعلب فكانوا يتوسعون في السماع. وأنا عندما كنت أقلب في كتاب المجالس، يعني كانت يقابلني، يعني مثلا، يعني حتى إنه أشار إلى شاهد، وهذا الشاهد لا يحضرني الآن، لكن الشاهد كان فيه جزم بإذا، ومن المعروف أن إذا أصلا لا هي من أدوات الشرط لكنها غير جازمة. وهو قال، يعني ذكر بيتا فيه جزم بإذا، وقال هذا من الممكن أن يستأنس به ومن الممكن أن يكون خاصا بالشعر. الشاهد في هذه المسألة أنهم كانوا يكثرون من السماع، وهذا هو يعني لب أو جوهر مذهبهم. وبالنسبة للحديث كما ذكر الدكتور حمدي، يعني كانوا لا يتوسعون في الاستشهاد بالحديث، وليس هذا خاصا بثعلب وحده، لأن كل النحويين تقريبا، يعني بدءا من سيبويه إلى أن جاء ابن مالك، أول نحويين بدأ يتوسع في الاستشهاد والاعتماد على الحديث هو ابن مالك، ثم تبعه النحاة بعد ذلك. نعم لم يكن له اختيارات معينة في القراءات كما كان شيخاه، وإنما كان يحذو حذوهما بشكل عام. وهو الموقف من السماع موقف يتفق مع عموم نحاة الكوفة، وهو التوسع في السماع وعدم الاعتماد بشكل كبير على القياس. نعم دكتور حمدي، لدينا دقيقتان فقط، دقيقة لك ونختم بالدكتور عبد السلام. اذكر لنا متفضلا يعني أبرز المسائل النحوية في من كتاب المجالس. يعني من المسائل النحوية ما يذكره ثعلب، ما قاله المازني وهو من مشايخ البصريين في أسلوب التعجب، يقول: قال أبو عثمان المازني: قالت العرب: زهي الرجل وما أزهاه، وشغل الرجل وما أشغله، وجن الرجل وما أجنه. وقال المازني: وهذا الضرب شاذ أيضا يحفظ حفظا. قال أبو العباس أي ثعلب: وهذا غلط، هذا كثر في كلام العرب حتى صار مدحا وذما، فتعجبت العرب من المفعول، يعني من المبني للمجهول، لأنه صار مدحا وذما، وإنما يتعجب من الفاعل. طبعا ما قاله المازني هو ما عليه جمهور النحويين، بأن فعل التعجب يصاغ من الفعل المبني للمعلوم ولا يصاغ من الفعل المبني للمجهول. يعني الحق مع المازني. مع المازني، نعم، لكنه غلط المازني. غلط المازني، لكن رأى ابن مالك جواز ذلك عند أمن اللبس. وابن مالك يعد من المحققين المجتهدين في النحو. إذا أمن اللبس. إذا أمن اللبس، يعني قال: وقد يبنى فعل التعجب من فعل المفعول إن أمن الالتباس بفعل الفاعل، نحو ما أجنه وما أبخته وما أشغفه. ما قاله ثعلب. يعني نرى كمعلومة من العلماء، نجد من النحويين مثل الفقهاء، منهم من وصل إلى درجة الاجتهاد المطلق، ومنهم من وصل إلى درجة الاجتهاد في المذهب في المدرسة يعني، ومنهم من كان مقلدا. يعني ابن مالك من يعني استطيع ان اعده من المجتهدين اجتهادا مطلقا. مثلا ابو حيان الاندلسي غالبا ما كان يجتهد في مذهب البصريين، مع ان ابو حيان له ما له وله تفسيره، لكن اقل درجه من ابن مالك. مساله اخرى ايضا، مساله اخرى، يخطئ ثعلب ايضا المازني في قوله بدخول الباء الزائده على مفعوله كفى بالشاذ. قال المازني في قول الشاعر: فكفى بنا فضلا على من غيرنا، حب النبي محمد إيانا. وإنما تدخل الباء على الفاعل، وهذا أيضا شاذ، ولكن قد حكي هذا على المفعول. قال أبو العباس: وكل هذا غلط. ثم يذكر كلاما عن العرب. والأصل يعني قول المازني إن دخول الباء على غير فاعل كفى شاذ، هذا عليه جمهور النحاة، وفي الشاهد دخلت الباء على المفعول، والأصل دخولها على فاعل كفى على مفعول كفى. نعم نعم، ولا تدخل على المفعول. وأيد هذا
ما ورد في القرآن الكريم يعني وكفى بالله شهيدا إلى آخره على اسم الفعل. ابن الشجرية حتى في أمله رأى أن دخولها على المفعول به قليل قليل. نعم، ومنهم من رأى أنه ضرورة وأول البيت بأن الباء في البيت داخلة على فاعل كفى هذا، وأن حب النبي محمد بدل اشتمال من الضمير على الموضع، لأن الضمير مجرور لفظا مرفوع معنا وهو حسن. نعم. نعم. للأسف أقل من دقيقة دكتور عبد السلام، متفضلا يعني من كتب ثعلب الفصيح، حدثنا عنه باختصار دكتور عبد السلام. يعني ربما يكون الثعلب نفسه هو ثعلب نفسه هو يعني من أفضل من يتحدث عن الكتاب، لأنه سوف يتحدث عن كتابه هو. يعني قال في المقدمة: هذا كتاب اختياري فصيح الكلام مما يجري في كلام الناس وكتبهم، فمنه ما فيه لغة واحدة، يعني ما فيه لغة واحدة أي استعمال واحد، فمنه ما فيه لغة واحدة والناس على خلافها، فأخبرنا بصواب ذلك، ومنه ما فيه لغتان وثلاث وأكثر في ذلك وأكثر من ذلك، فاخترنا أفصحهن، ومنه ما فيه لغتان كثرتا واستعملتا فلم تكن إحداهما أكثر من الأخرى، فأخبرنا بهما وألفناه أبواب. هذا هو تقسيم الإشارة إلى الكتاب. من الإشارة الأخيرة التي أود أن أشير إليها هي تخطئة أبي إسحاق الزجاج والنحوي المشهور، الذي كان تلميذا لثعلب لكنه كان يميل أكثر إلى المبرد، ولذلك يعني أخذ عليه 10 مواضع في كتابه هذا. وقد جلس حضر مجلسه مرة وقال في هذا السياق: وكان يحسدني حسدا شديدا. هذا كلام الزجاج يتحدث عن ثعلب. وكان يحسدني حسدا شديدا ويجاهرني بالعداوة، وكنت ألين له وأحتمله لموضع الشيخوخة والعلم. نعم. من المسائل ومن المواضع التي أخذها عليه، قال له: أنت قلت في كتابك إذا أعز أخوك فهن، والصواب فهن. ومن ذلك أيضا أنه قال له: أنت قلت في كتابك رجل عزب وامرأة عزبة، والصواب في رأي الزجاج أنه يستوي في ذلك المذكر والمؤنث، يعني ينبغي أن يقال رجل عزب وامرأة عزب. وذكر له هذه المواضع 10. ولذلك وطبعا ومعظمها تجنن، يعني يعتبر فيه يعد أبو الزجاج قد تجنى عليه في هذه المواضع، لأنها من الممكن أن تكون من المسائل الخلافية. الشاهد في هذه المسألة أيضا أنه قيل: ما قرئ عليه كتاب الفصيح بعد ذلك وأنكر أن يكون له، ولهذا انتصرت العلماء بعد ذلك لثعلب، وهناك وجاءت كتب كثيرة تحاول أن تشرحه وتنتصر له. ومن متتبع لتاريخ النحو العربي يجد أن هذا الكتيب الصغير من الكتب المشهورة التي كان لها نصيب وافر في من الشروح. نعم، والنظم وما للأسف شبه. ولكن انتهى وقتنا في ختام فقرة موضوع حلقتنا. نشكر ضيفنا عبر سكايب من الدوحة الأستاذ الدكتور عبد السلام حامد، الأستاذ بكلية الأداب والعلوم في جامعة قطر، حياكم الله، شكرا جزيلا لكم دكتور. شكرا. أما الآن مشاهدينا الكرام فنبقى مع فقرة من الذاكرة بعنوان أسلوب التعجب. فعل التعجب لا يصاغان إلا من فعل، أي لا يصاغان مما لا فعل له. إي نعم، فعل التعجب لا يصاغان إلا من فعل، فلا يبنيان مما لا فعل له كالصخر والحمار. أي لا يحق لنا أن نقول ما أصخره وما أحمره. وكيف يقولون فلان ما أرجله؟ هذا من شذوذ القول، ما أرجله فقد بنوه من الرجولة أو الرجولية ولا فعل لهما. ما أعجب سوق التعجب هذا وأعجب به. بني وطني استمعوا إلي، بني وطني استمعوا إلي، بني وطني استمعوا إلي، فأنا لا أقول لكم إلا الصدق. صحيح أن فعلي التعجب لا يصاغان إلا من فعل، لكن شرط أن يكون فعلا ثلاثيا مجردا مثبتا تاما متصرفا مبنيا للمعلوم قابلا للتفاوت. ليس الوصف منه على أفعل
فعلاء. هذا صحيح. إذن كيف يقولون للرجل الكريم ما أعطاه للدراهم وما أولاه للمعروف؟ هذا من شذوذ القول، لأنهم بنوا فعل التعجب من أعطى وأولى، وهما رباعيا الأحرف. هذا صحيح. حسناً حسناً، وكيف يقولون للرجل التقي الورع ما أتقى؟ هذا أيضاً من باب الخطأ الشائع، فلقد بنوا فعل التعجب ما أتقى من فعل اتقى، وهو خماسي الأحرف، والصواب أن يقولوا ما أشد تقى. أهلا بكم من جديد مشاهدينا الكرام في لسان العربي، وقد وصلنا إلى فقرة البيان القرآني، عنوانها هذا الأسبوع من المتشابه اللفظي في سورة النساء في الجزء الثاني، نبدأ بعد هذا الفاصل. حياكم الله في البيان القرآني مشاهدينا الكرام، ونبدأ من قوله تعالى: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى في النساء. وقال تعالى في البقرة: وإذا أخذنا ميثاق بني إسرائيل لا تعبدون إلا الله وبالوالدين إحسانا وذي القربى واليتامى والمساكين وقولوا للناس حسنا. هنا السؤال دكتور، ما وجه زيادة الباء في قوله تعالى وبذي القربى في النساء وحذفها في البقرة؟ آية البقرة حكاية عما مضى من أخذ ميثاق بني إسرائيل، وآية النساء من أولها إلى هذه الآية في ذكر الأقارب وأحكامهم وفي المواريث والوصايا والصلات. وما دامت في ذكر الأقارب فناسبها ذكر الباء للتوكيد. للتوكيد هي نعم. إذن هكذا نوسب نعم، لأنه موضوع الأقارب لازم يكون فيه زيادة. نعم، بخلاف الماضين من بني إسرائيل وغيرهم في البقرة. نعم. إذن متواصلون أيضا مشاهدين الكرام في البيان القرآني، وفي قوله تعالى: فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا في النساء. وقال تعالى في النحل: ويوم نبعث في كل أمة شهيدا عليهم من أنفسهم وجئنا بك شهيدا على هؤلاء. السؤال هنا دكتور، ما وجه الاختلاف في الآيتين في التقديم والتأخير؟ يعني في قوله تعالى وجئنا بك على هؤلاء شهيدا، وفي الأخرى وجئنا بك شهيدا على هؤلاء. نعم، يعني لأمرين. الأمر الأول أن آية النحل تقدمها قوله تعالى ويوم نبعث في كل أمة شهيدا عليهم من أنفسهم. تقدم الشهيد على المشهود عليهم. فناسبه ما أتى ما بعد ذلك. نعم. فلتكون على نسق واحد. نعم. فقيل وجئنا بك شهيدا على هؤلاء. أما آية النساء فلم يرد فيها إفصاح بذكر المشهود عليهم، ولا كناية عنهم بضمير ولا اسم إشارة، بل فيها داع إلى تقدم الجار والمجرور، وهو قوله تعالى والذين ينفقون أموالهم رئاء الناس ولا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر، وهذا من صفة المنافقين. فناسبه هنا تقديم الجار والمجرور، كأن الأمر المفهوم بأن الأمر مقصور بأنه شهيد على هؤلاء عندما تقدم الجار والمجرور، كأنه أسلوب قصر. نعم. على هؤلاء ناسب ذلك. الأمر الآخر أيضا التوجيه الثاني أنه شهيدا في آية النحل لم يقع في الفواصل، بل وقع في أثنائها. ويعني الفواصل أتت، يعني أغلب الفواصل لعلكم تشكرون لقوم يؤمنون لم يكن فيه اسم منون، بخلاف آية النساء فإنها كان فيه منون، فناسبه شهيدا أن يكون في الفاصلة هكذا. نعم. إذن مستمرون أيضا في قوله تعالى: فامسحوا بوجوهكم وأيديكم إن الله كان عفوا غفورا، هذا في النساء. وقال تعالى في المائدة: فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج، ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون. هنا في السؤال الأول دكتور، ما وجه زيادة قوله منه في آية المائدة؟ نعم، زيادة منه
في سورة المذكور في سورة النساء بعض أحكام الوضوء والتيمم، فحسن الحذف. فامسحوا بوجوهكم وأيديكم من غير منه. من غير منه. نعم. يعني بعض الأحكام، لكن في المائدة كان في جميع الأحكام. والزيادة زيادة بيان، فناسبها البسط، ناسبه زيادة البيان. فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه. نعم، لأنه الآية طويلة فيها كثير من الأحكام. السؤال الثاني، ما وجه التناسب بين فاصلة كل آية وما قبلها؟ آية النساء يعني نزلت قبل تحريم الخمر. نعم. وهذا يستدعي تأخير الصلاة عن أول وقتها، وربما يفوت الوقت، وهذا فيه يدخل في الإثم. فناسبه أن يكون في نهاية الآية أو في الفاصلة إن الله كان عفواً غفوراً. نعم. في آية المائدة في المائدة في تعداد نعم قبلها، يعني اليوم أحل لكم الطيبات وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم، ثم تحريم الشحوم على بني إسرائيل ورفع هذا الأمر عنهم، ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم. نعم. فأتى بعدها لعلكم تشكرون. نعم. إذن ناسب ذلك. دكتور، في آخر دقيقة. نعم. في قوله تعالى: يا أيها الذين أوتوا الكتاب آمنوا بما نزلنا مصدقا لما معكم من قبل أن نطمس وجوها فنردها على أدبارها أو نلعنهم كما لعن أصحاب السبت وكان أمر الله مفعولا، هذا في النساء. وقال سبحانه في غيرها: يا أهل الكتاب، في آيات عديدة من سور القرآن. نعم. الكريم هنا، يعني دكتور، ما تفسيرك لذلك أولا؟ يعني لأمرين. الأمر الأول المناسبة اللفظية، لأنه جاء قبلها الذين أوتوا وجاء بعدها كذلك. نعم. فلذلك خطبهم بهذا للمناسبة اللفظية. بالمناسبة. نعم. اللفظية. ولأنه استخف بهم في هذه الآية وبالغ، ثم ختم بالطمس ورد الوجوه على الأدبار واللعن، وبأنها كلها واقعة بهم، بخلاف ذلك في المواضع الأخرى لم يكن هكذا. نعم. إذن في ختام هذه الحلقة نشكر ضيفنا دكتور حمدي بخيت، أستاذ اللغة العربية في جامعة جيرسون التركية، حياكم الله وبارك بكم. بارك الله فيكم، جزاكم الله خيرا وجزاكم. ومسك الختام سيكون مشاهدينا مع فقرة سيرة عالم، اخترنا لكم هذا الأسبوع أبا العباس ثعلب صاحب الفصيح والتصانيف. أبو العباس ثعلب صاحب الفصيح والتصانيف هو أحمد بن يحيى أبو العباس الشيباني الكوفي، ثالث ثلاثة قامت على أعمالهم مدرسة الكوفة النحوية. ولد ببغداد في السنة الثانية من خلافة المأمون. عرف بلقبه ثعلب لأنه كان إذا أجاب عن مسألة يكرر عبارة من ها هنا وها هنا، فشبهوه بثعلب إذا أغار. تلقى ثعلب علومه على طائفة كبيرة من علماء عصره، أبرزهم إبراهيم بن المنذر وسلمة بن عاصم وابن الأعرابي وابن سلام الجمحي، وسمع من عبيد الله القواريري 100,000 حديث، وأخذ عنه الأخفش الصغير ونفطويه وابن الأنباري ومحمد بن العباس اليزيدي وغيرهم. قال المبرد: أعلم الكوفيين ثعلب. وقال أحمد بن محمد العروضي: إنما فضل أبو العباس أهل عصره بالحفظ للعلوم التي تضيق عنها الصدور، وكان ابن الأعرابي إذا شك في شيء يقول له: ما عندك يا أبا العباس في هذا؟ خلف ثعلب مجموعة كبيرة من المؤلفات في النحو والصرف واللغة والقراءات والشعر، أبرزها الفصيح اختلاف النحويين ما ينصرف وما لا ينصرف، القراءات إعراب القرآن، معاني القرآن، معاني الشعر، قواعد الشعر، شرح ديوان زهير، مجالس ثعلب وسماه المجالس. عاش ثعلب النحوي 91 سنة، وتوفي ببغداد في خلافة المكتفي سنة 91 و200 من الهجرة.